مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم اللي حبيتوه ولفتوه، برنامج الجزائرية شو. نطلع لكم كل سهرة السبت كالعادة، نجيبوا فنانين، قلت لكم نحاولوا نجيبوا فنانين من الصف الأول. لا جالوجي اكزيست دوبي كو لو موند اي موند. يعني احنا لو نتكلموا حصة كاملة ما راحش نقلوا معاناة الطلبة. أحيانا نقول لك الحاجة أم الاختراع. حواجبنا تقضي الحوائج بيننا، نحن صمود والهوى يتكلم. ولدي اللي حب تسمع لا فيرسيو هذه هي. كاش انايا كرهت كلمه ما نزيدش ما حبش نسمعها. كي المنتج يقول لي جرب تخلص بصح صبر عليا يا رحمه. رغم ان الوزير من وزراء سابقين صرح قال اننا نخسر على الطالب الواحد حوالي 70 مليون في العام. راني حتى لتبع. نادي صرت العزيز سحر جميع نزورك ننشد ونقول نمدح بحلال النهار ونقول هادي قسنطينه.